السلام عليكم أعزائي الطلبة، نكمل معكم المحاضرة الثانية من موضوع الجروث أند ديفلوبمنت. المحاضرة الأولى طبعا كانت على البرينيتال جروث، وإن شاء الله هاي المحاضرة الثانية والمحاضرة مثل ما تذكرون بالمحاضرة الأولى حكينا على البرينيتال جروث أو ذا فيس أند كرينيوم، وقلنا بداية الجروث تبدي من الأسبوع الرابع تقريبا. عندنا 6 فرنجيال آرتس، هاي 6 فرنجيال آرتس كلها راح تكون أجزاء من الهيد أند نيك ريجن. بالخصوص طبعا نركز على الفيرست فرنجيال ارت اللي هو راح يعطيني الابر اند لور جو. بداية الانشيشن او ذا فيس هو راح اكون ماجريشن اوف ذا سيل، تجينا من نيوروكليس سيل. النيوروكليس سيل تجينا من مناطق بالميد برين والهيد برين توصل للفيرست فرنجيال ارت، وراح يبدي يتكون الفيس. بداية تكوينه هو عندنا 5 بروسيس، هي الفرونتال بروسيس واثنين ماجلر بروسيس واثنين ماندبلر بروسيس. راح يصير من جرين جروث فيوجن، يعطيني كل الأجزاء اللي شرحناها بالمحاضرة السابقة. وأيضا تكلمنا على السكال، قلنا السكال بها تو بارت، الجزء المحيط بالدماغ يسمونه نيوروكرينيوم، والجزء اللي يكون الفيس هو الفيسيروكرينيوم. والبونز الموجودة بالسكال يا أما تكون إندوكوندوريال أو تكون ممبرينوس بالأورجن مالته. وأيضا تكلمنا على البرينيتال جروث أو ذا ماندبل والماكزيلا والبليت والتنج. اليوم إن شاء الله نتكلم على محاضرتنا اليوم على البوستنيتال جروث. مثل ما تعرفون السكال تتكون تقريبا من 28 بون، تعتبر المناطق جدا معقدة بالجسم. وأيضا البوستيتال جروث ما تكون جدا معقد وفي أكثر من رايد. أيضا البونز الموجودة في السكال هي أما تكون الأورجن مالتها إندوكوندوريال أو تكون الأورجن مالتها ممبرينوس مثل ما تكلمنا في المحاضرة السابقة. قبل ما نحكي على نتكلم على محاضرة على البوست نيتال جروث بصورة عامة، عندنا راح نحكي طبعا عن محاضرة اليوم بها 4 توبكس. التوبكس الأول هو الديفرنس بين بيبي أند أدلت سكال، والتوبكس الثاني هو السايز أوف ذا فيس أند كرينيوم أت بيرث وأند أدولت. وأيضا راح نحكي عن ريتس أوف ذا جروث فروم بيرث تو أدولت، هاي كلش مهمة، وشلون نقدر نستفاد منها بالأورثو حتى نسوي بها كوركشن الصم مايكلوجين. كل هذا الموضوع لازم ندخله بالثيوري اوف ذا جروث، شلون دي يصير جروث، شنو الثيوري الموجوده، يا ثيوري تدعم جزء او جزء ثاني. ان شاء الله نبدا وياكم. بدايه نبدي على الفروقات اللي ممكن نشوفها بالسكال انجو الموجوده ات بيرث وات ادلت. طبعا السكال ات بيبي وات ادلت هي مو فقط فرق بالسايز، وأن فرق البروبورشن. مثل ما تشوفون هسه البيبي سكال عبارة عن برين كبير لارج اي، بس الفيس كلش صغير، بينما الادلت سكال تشوفوها انه البرين طبيعي السايز مالته، الاي طبيعي، والفيس ايضا السايز مالته طبيعي. راح نتكلم شنو الفروقات اللي تصير بيناتهم. قبل ما نبدي بيها راح نحكي انه الات بيبي سكال اكو عندي سم بونز هي حاليا بالادلت هي 1 بون، لكن ات بيبي كانت هي اجزاء. طبعا هاي معناها انه البونز اللي هي كانت اجزاء ات بيبي هاي صار بها جروث ونمو سريع، وبعدين تحولت الى صار بها فيوجن ايضا وتحولت الى 1 بون. طبعا اغلب البونز هي البرايتال البون الموجوده بالفولت اوف ذا سكال، مثل الفرونتال بون والاوكسيبيتال وال ايضا الجزء من السكويموس تمبرال بون. كل هاي البونز هي كانت على شكل اجزاء، والسفينويد بون ايضا كانت على شكل اجزاء يا اما اثنين او ثلاثه ات بيبي، وبعدين خلال مرحله الجروث والديفلوبمنت اول 7 سنوات تحولت بعدها الى 1 سنجل بون. ايضا عندنا البونز تكون ات بيبي تكون سيبريتد وايدلي فروم ون اذر، هاي طبعا احنا نسميها سامعين بها الفونتانيلز او اليافوخات. احنا نعرف اليافوخات هي تسهل عملية الولادة من خلال الريمودلنج للهيد وتسهل عملية الولادة، لكن هي ايضا تعتبر سايت اوف ذا بون جروث، اكتيف سايت بون جروث. هسه نعرف انه شنو تريدنا بالجروث اوف ذا برين، فاحنا تقريبا عندنا 6 فونتانيلز، هاي راح تكون المسافات بين البونز كلش عريضة. بعدها خلال 7 سنوات هذا كله راح يصير بيها فيوجن وتلتحم، تصير عبارة عن سيوتشر. أيضا عندنا فرق بالسايز، قبل شوي حكيت عن سايز أوف ذا فيس وسايز أوف ذا كرينيوم، يعني عندنا أوف ذا جروث فروم بيرث تو أدلت. هنا الريت تختلف،
احنا طبعا الات ات بيبي وات ادلت الفيس يختلف النسبه مالته. اذا تكلمنا بالشهرين فيتاس عمره شهرين بالحمل راح اشوف انه الهيد تقريبا هو نصف الجسم، بينما بالولاده انه الهيد تقريبا بيكون لي ربع الجسم، بينما بالادلت الفيس الهيد كله راح يكون تقريبا ثمن الجسم. هذا معناه شنو؟ انه معناه انه الجروث اول ما يتكون، اول ما يدي يركز، اول ما يبدي كله بالهيد، بعدين شوي شوي الهيد ده يكمل النمو مالته وده يكمل ينتهي، يبدي باقي اجزاء الجسم بالنمو. فالتركيز على الهيد كله بصورة عامة هو طبعا السبب الرئيسي، هو اكو انه الجسم يحتاج البرين، البرين ده يتطور بصورة سريعة بداية السنوات الأولى أول سنة لحد 7 سنوات. أيضا الجزء الثاني المهم هو أعتقد الليمفويد. الليمفويد أيضا التطور مالته كل سريع، يبدأ بأول سنوات جدا سريع. نعم، هنا احنا مثل ما قلنا انه الهيد ده يبدأ بجد النمو جدا سريع لسبب انه البرين ده يصير النمو مالته ايضا سريع. من بعد الأسبوع مع بعد عفوا السنة السابعة أو الثامنة تقريبا حجم الكرينيوم فولت يوصل تقريبا 85% من المطلوب، بعدها راح يقل الجروث مال الكرينيوم بسرعة عامة، راح يبدي باقي أجزاء الجسم بالتلاحق والنمو. يهمنا في هذا الموضوع هو الفرق الجروث بين جروث ريت بين الكرينيوم والفيس. عندنا هنا دايجرام يمثل الكرينيوم ويمثل الفيس. الخط الكونتينوس هو هذا الكرينيوم، والداش لاين هو الفيس. طبعا هذا البوست نيتال جروث مال الكرينيوم ومال الفيس. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم انه الكرينيوم اول ما يبدي اول سنوات هي من تقريبا اليوم الاول لحد السنة السابعة راح يكون الجروث مالته كلش سريع وكلش وايد. وقلت لكم هذا سبب انه دي يصير السبب مالته لان اكو جروث مال البرين كلش واسع او كلش قوي، حتى يتالف ويا حجمه راح يكون الجروث مال الكرينيوم جدا سريع. من يوصل تقريبا السنة السابعة او الثامنة يبدي يقل، وبالعاشر يقل اكثر لحد ما يوصل 20 او قبل 20 الجروث مال الكرينيوم يتوقف ويوصل حجمه الطبيعي. بينما الفيس بالعكس، الفيس اول بداية يكون كلش بطيء البوسنيتال جروث، راح يوقف خلال هالفترة هاي من لحد العمر التسعة او العشرة، هاي يسميه احنا بري بيورال مينيموم جروث. من بعد السنة العاشرة أو السنة 11 راح يصير عندي طفرة بالجروث مال الفيس. هاي الطفرة طبعا ما أقول الفيس هو قصدي الماكزيلا والماندبل. هاي الطفرة هنا احنا نسميها ماكزيمم جروث سبيرت، اللي هي تمتد من سنة 11 إلى سنة تقريبا 13. هذا اللي تشوفوه الجبل الموجود أو النتوء اللي صار بالجروث مال الفيس، هذا جدا جدا مهم عندنا بالتريتمنت مالتنا بالكرانيو فيشال جروث. شلون اقدر استفاد من هاي الفتره اللي احنا نسميها يسموها بيورال ماكسيمم جروث او يسموها الماكسيمم جروث سبيرت. خلال هالفتره هاي اللي من سنه 11 الى سنه 13 طبعا اكو فرق بالميل والفيميل. تعرفون انه دائما الفيميل يصير بهم ماتشوريشن اسرع من الميل، زين يعني ممكن البويز الماتشوريشن مالتهم متاخر، بينما الميل الماما فيميل ممكن ماتشوريشن ما تكون اسرع بسنتين تقريبا. خلال هالفترة هاي الماكسيمم جروث سبيرت اذا كان عندي اي مال فورميشن او اي مال اكلوجين بالماكسيلا والمانديبل، لنفرض انه بيشنت عنده فرضا كلاس 2، كلاس 2 يعني الماكسيلا يكون مثلا طبيعي والمانديبل يكون متاخر لورا. فخلال هالفترة هاي فترة الجروث سبيرت اقدر استفاد من الجروث انه احفز الجروث مال الماندبل يكون اسرع من الجروث مال الماكزيلا، حتى يصير كاتش بين الماكزيلا والماندبل، وحصل بدل ما يكون كلاس 2 يصير عندي كلاس 1 سكليتالي. والعكس صحيح، اذا كان عندي كلاس 3 مثلا، كلاس 3 سكليتالي اكو مشكله يكون بالماندبل او الماكزيلا، ممكن
اغير الدايركشن مال الماندبل او اوقف الدايركشن مال الماندبل واسرع الدايركشن مال الماكزيلا حتى حصل على كلاس سكليتر كلاس 1. فهاي الفترة اللي هي احنا نسميها جروث سبيرت، ماكسيمم جروث سبيرت، اللي تبدي تقريبا من سنة 11 الى سنة 13 مع فرق الميل والفيميل، ممكن استفاد من عندها وجدا مهمة احنا حتى نسوي بها تريتمنت للمال اكلوجين سكليتالي. طبعا الجهاز اللي راح نسوي له بهاي الفترة فترة الجروث يسموه مايو فاكشنال ابلاينس، راح ان شاء الله تاخذون عليه محاضرة كاملة شلون نقدر نستفاد من مايو فاكشنال ابلاينس، وانا اقدر اخليه وشنو شغله وشنو الاكشن مالته على الماكزيلا وعلى المانديبول. بس المهم بالمايو فاكشنال ابلاينس لازم البيشنت يكون ضمن هاي الفتره، ضمن فتره الجروث سبيرت، لا ممكن نبديها قبلها ولا ممكن نبديها بعدها. زين، فالتحديد جروث سبيرت كلش مهمه وكلش ضروريه حتى اقدر ابدا العلاج وياها وانهي العلاج ويا انهاء فتره انتهاء الماكسيموم جروث سبيرت. انت قلت لكم انه ماكسيموم جروث سبيرت ممكن تكون بها فرق بين بين الميل والفيميل، لان الميل الفيميل يكون ماتشوريشن مالتهم اسرع من الفيميل، من الميل عفوا، يعني الميل ممكن يوصل لحد عمر 15 هم عندهم جروث، بينما الفيميل ممكن لحد عمر 13 يتوقف الجروث. ايضا اكو فرق ثاني هو بين الماكزيلا والماندبل، يعني الماكزيلا ايضا يصير بي ماتشوريشن مالته اسرع من الماندبل، يعني الماكزيلا ممكن يتوقف الجروث مالته خلال فتره كلش قليله ممكن 13، بينما الماندبل ممكن يوصل حتى عمر 15. وهذا ان شاء الله نحكيه بالمحاضره القادمه، ليش دي يصير هذا الفرق بين الماكزيلا والماندبل، ليش الماكزيلا دي يصير بي ماتشوريشن اسرع من الماتشوريشن مال الماندبل. فاحنا عندنا الجروث ريت هنا كلش مهمة، لان هي هاي الفترة اللي تصير عندي بين عمر 11 لحد عمر 13 هي فترة الماكسيموم جروث سبيرت، اقدر استفاد من عندها واقدر اسوي بها كوركشن للمال اكلوجين يصير سكليتالي، مال اكلوجين سكليتالي دا احكي، يعني اذا عندي كلاس 2 سكليتالي او كلاس 3 سكليتالي. وقلت لكم ان شاء الله راح تاخذون محاضرة على المايو فاكشنال ابلاينس وشلون اقدر استفاد من عندها خلال هالفترة. فالمايو فاكشن ابلاينس ضروري جدا يكون تريتمنت مالته ضمن الماكسيموم جروث سبير. ان شاء الله احنا عرفنا كل التفاصيل المهمة بالفرق بين الكرانيوم والفيس وايضا الفرق بين الهيد والبدي، حتى نعرف انه شلون دي يصير جروث بكل اجزاء الكرانيوم والفيس او كل اجزاء السكال. اكو ثيوري يسموها ثيوري اوف كرانيوفاشال جروث، اشهر هاي الثيوري هي الريمودلينج ثيوري. الريمودلينج ثيوري معناه انه اكو جهه، يعني احنا شلون دي يصير التوسع مثلا بالسكال فولت، شلون دي يصير هذا النمو السريع، انه الجزء الخارجي للسكال دي يصير بي هو شنو، دي يصير بي اضافه بون، زين هاي يسمونه ديبوزيشن، والجزء الداخلي مال السكال يصير بي ريزوربشن او ذا بون، فهذا راح يخلي انه البون يتوسع يكبر بالحجم. فعدي طبعا هذا سببه، واحدة من الأسباب هي الفورس، الفورس اللي تجي من البرين، الفورس اللي من البرين اللي تضغط على على البون، ممكن الجزء الداخلي يصير بي مثل ما شفنا علامات الماينس ده يصير بي ريزوربشن، الجزء الخارجي راح يصير بي ديبوزيشن، وهكذا راح يصير بي اللارجمنت بالبون. فهذه الريمودلينج ثيوري تقريبا هي تبدي من أول يوم ويظل لحد الممات تقريبا مع المريض مع الشخص. وايضا هي موجوده تقريبا كل البونز، كل البونز يصير بها الريمودلينج ثيوري. ايضا موجوده باقي اجزاء الفيس مو فقط بالكرينيوم. تشوفون هنا الفرق باللون، انه اكو لون يعني سمائي فاتح لون ثاني ارجواني. الريمودلينج ثيوري بها شغله مهمه، هي مو فقط تسوي لي انكريز ان سايز، وانما تسوي لي تشينج ان شيب، يعني التقاع هسه الاجزاء اللي تشوفوها هنا السمائي تقريبا هاي دي يصير بها الديبوزيشن، بينما الاجزاء الثانيه الارجواني او البنفسجي دي يصير بها ريزوربشن. فالريمودلينج ايضا يسوي لي انكريز ان سايز وايضا يسوي لي تشينج ان شيب اوف ذا بونز. ان هذه الثيوري الريمودلينج ثيوري موجوده بكل البونز وتظل موجوده تقريبا لحد
الممات كل البونز يصير فيها، بس الريت طبعا تختلف، الريت او الريمودلينج اول سنوات كلش عاليه، بعدين توصل مرحله تكون متوسطه، وبالاخير الايام تكون كلش قليله. الثيوري الثانيه هي يسموها السيوتشر ثيوري. السيوتشر ثيوري كل البونز اللي ترتبط مع البونز الثانيه بواسطه السيوتشر، هذا مكان الاستيوتشر راح يصير بيه جروث. مثل ما ذكرت بداية المحاضرة اكو بونز تكون وايدلي سيبريتد مثل فونتانوس، هاي راح يصير بيها اكتف جروث. ايضا البونز اللي كانت اكثر من جزء وتحولت الى سنجل بون ايضا صار بيها سيوتشر جروث. المهم جدا هو البونز السيوتشرز اللي تربط الماكزيلا بالكرانيوم بورد، اللي تقريبا هنا فور سيوتشرز مثل ما تشوفون. ذن الفورورد داونورد، يعني احنا عندنا قلنا ات بيبي راح يكون السكال كلش كبيره، وايضا عفوا الكرانيوم والفيس يكون كلش صغير. واحده من الشغلات المهمه انه ذن السيوتشرز من راح يصير بيها جروث راح تعطيني فورورد داونورد جروث للفيس، راح تطلع الفيس من الكرانيوم، وان شاء الله هنشرحها بالمحاضره القادمه. هاي السيوتشرز طبعا السيوتشر ثيوري، يعني البونز راح يتكونها هو تعتبر ممبرينوس بون، يعني اوسيفيكيشن مالت دايركت. الثيوري المهمه الثالثه هي الكارتليج ثيوري. من اسمها كارتليج ثيوري، يعني بونز يتكون كارتليج، من بعد الكارتليج يتحول الى يصير بي اوسيفيكيشن يتحول الى بون طبيعي. عندنا ثلاثة أجزاء مهمة بها كارتريج، هي البيز اوف ذا سكال مثل ما تشوفون حرف اي هنا، هذا طبعا يسمونه سفينو اوكسيبيتال كارتريج، ان شاء الله نحكي بالمحاضرة القادمة. وهذا الجزء كلش مهم حتى يسوي لي انكريز بالانتيرور بوستيرور دايمنشن اوف ذا سكال بيز. والكارتريج الثالث هو هذا حرف بي، هو النيزل كارتريج، ايضا النيزل كارتليج او يسوي لي جروث للنيزل سيبتم حتى يسوي فورورد موفمنت للنوز الاورجن مال اللي يكون تقريبا اندر ذا سكال. والكارتليج الثالث المهم هو الهيد او الماندبل اللي هو كوندايل كارتليج، هذا طبعا كلش مهم ان شاء الله نتكلم عنه في المحاضره القادمه، شلون يعطيني بوست نيزل جروث، جدا مهم للماندبل. الثيوري الأخيرة هي الموست ثيوري أو يسموها فاكشنال ماتريكس ثيوري، أو على اسم العالم اللي شرحها هو موست ثيوري، طبعا اسمه ميلفن موس. ميلفن يعتقد إنه الجروث دي يصير بعض الأجزاء عندنا دي يصير بواسطة إنه أكو فد شيء هو أكشن ماتريكس. موس يعتقد انه الـ growth دي يصير بالكرينوفيشال سكليتون دي يصير بواسطة او دي يصير خصوصا انه اكو شي function matrix موجودة ضرورية. مثل ايش؟ يعني التكوين السكال او البون او the skull vault دي يصير بها rapid growth postnatally. السبب مالته الرئيسي انه اكو active brain دي ينمو، يعني brain دي يصير نمواته جدا سريع، لذلك هذا النمو السريع مال البرين بيعطيني نمو سريع للكرينيوم فولت. ايضا من الامثله الثانيه اللي ممكن يشرحها موس هي الاي بول او الاوربت. ايضا يعتقد موس ان الاوربيتال كافيتي دي يصير بيه نمو سريع بسبب انه الاي بول دي يصير بيها جروث، فهذا الاي بول هي الفانكشنال ماتريكس مال الاوربت. ايضا الامثله الثالثه هو الماندبول، ايضا يعتقد ان الجروث مال الماندبل يصير بسبب الجروث مالته بسبب الجروث اوف ذا تانك، يعني التانك يعتبر فانكشنال ماتريكس الماندبل. فموس يعتقد انه اجزاء من الكرونوفيشال مالته يصير بها بوست نيرال جروث بسبب انه اكو داخله فانكشنال ماتريكس تحفز حتى يصير عندي بوست نيرال جروث. طبعا انا ذكرت لكم ثلاث امثله، والبرين والاوربت والماندبل والتانك. اكو بعد مثال رابع ان شاء الله اريد من عندكم، راح اخليه باحد الاسئله. احنا ان شاء الله كملنا الثيوري، قلنا الثيوري عندنا ريمودلنج ثيوري،
وأيضا عندنا السيوتر ثيوري. الريموتنج ثيوري هي موجودة تقريبا كل البونز تقريبا كل الأوقات لحد الممات. السيوتر ثيوري لا تتوقف لحد ما يتوقف الكروث مع السيوتر وينتهي. الكارتريج أيضا إلى وقت محدد وإلى أماكن محددة يتوقف بها. والفاكشنال ثيوري أيضا يتوقف لحد ما يتوقف الجروث مال الفاكشنال ماتريكس اللي موجودة داخل الجسم. هذا كل ما يخص محاضرة اليوم، وشكرا جزيلا لأصغائكم، وأنا إن شاء الله بخليكم ديسكشن موجودة بالمودل. أحد أي أحد عنده سؤال ممكن يترك بالديسكشن الموجودة بالمحاضرة الخاصة، إن شاء الله أجاوبكم بأسرع وقت. شكرا جزيلا لأصغائكم. @baby